شنو كاين في سكينجبير؟ كاين لا زينكبيرين، لان سكينجبير هو مسمى بعائله الزينكبيراسي اللي هي او الزنجبيليات، وفيه واحد الفائده كبيره للذات، يعني مثلا التنشيط ديال الدوره الدمويه، كيصلح باش كيطلع لنا لوكسيجيناسيون ديال الدماغ، كيساعد في عمليه الهضم. هادشي كله، هاد الفوائد هذه كلها اللي كاينه في لا زينكبيرين مهمه. غير هو الناس اللي عندهم الضغط ما خصهمش ياخذوه نهائيا. نعم. سكينجبير كذلك ما كيتخلطش مع الادويه، وخاصه ديال الامراض المزمنه بحال ديال السكر، بحال ديال الضغط، بحال الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال 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 اضطرابات ديال الجهاز العصبي، يعني كياخذوا دي زونتي ديبريسور او يعني ادويه مضاده للتوتر والاكتئاب، ما خصهمش يخلطوها مع سكينجبير. سكينجبير الا كنا كنهضروا عليه خضر، فاحنا سبقنا وذكرنا اننا ما كنفوتوش واحد جوج حتى ثلاثه ديال لي ترونش اللي كيكون السمك ديالو رقيق، يعني كناخذوهم غير بواحد الاله حاده بداك لو غازوار او داك الزيزوار اللي كيكون خفيف، كنقطعوا واحد ثلاثه ديال 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 الدويورات اللي كيكونوا خفاف وهما اللي كيمكننا نستعملوهم في الشاي. اما باش ناخذوا سكينجبير بواحد الكميه كبيره او ناخذوه كل نهار نشربوا مع الماء، فهو كيمكن يعطينا واحد الالتهابات على المستوى ديال المعده والجهاز الهضمي ديالنا. ولكن حنا حديثنا اليوم غيكون على سكينجبير في العطريه ديال العيد، في الطبخ، في المطبخ المغربي. فدائما حنا الحمد لله الوصفات المغربيه ديالنا اللي كيدخل فيها سكينجبير فهو كيدخل بمقاييس مضبوطه، يعني واخا كنديروا مثلا ديك نص معلقه صغيره ديال سكينجبير ولا ديك اربع معالق صغيره في واحد الكوكوط اللي كتكون كتهز واحد الكميه كبيره ديال الماء مع مواد اخرى اللي كتخلط، فهنا ما كيضرناش، كيتغلف وما كيعطيناش واحد الاعراض جانبيه. غير هو كما كنقولوا كيخص سكينجبير يكون عندنا كما كنقولوا يكون عندنا سكينجبير حر وذو جوده عاليه فاش يمكننا نستعملوه. غير هو عاوتاني الا هضرنا على الهندي، فالهندي اللي هو كنعرفوا ان الهندي هي واحد المنطقه اللي كتصدق فيها الزنجبيليات. كاينه واحد كما كنقولوا حنايا واحد النبته اللي هي بنت عمها اللي هي الخرقوم بلدي الكركما، فحتى هو كيكون في هذه المنطقه كيكون ذو جوده عاليه. فوالا اكزاكتومون. نعم. فهذا سكينجبير علاش دابا كيعطي داك اللون؟ ان داك لا زينكبيرين مركزه اكثر، يعني التركيز ديالها كبير، تما راه يقدر يكون واصل التركيز حتى ل 80 85%. اما في النيبال كتكون واحد البيوضيه طالعه، فهنا كيكون واحد التركيز ديال 40 حتى 50%. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.